مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى ألا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. 10 أخطاء شائعة عند غسل الوجه. بداية، العناية بالبشرة مهمة يومية لا تأخذ الكثير من وقتك، ولكن قد يقع بعض السيدات في أخطاء عند غسل الوجه تؤذي بشرتهن وتسبب لها العديد من المشكلات، وسنقدم لك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تساعد على جفاف البشرة وظهور التجاعيد لكي تتجنبيها تماما حفاظا على نعومة ونضارة بشرتك. أخطاء عند غسل الوجه. بداية، استخدام غسول الوجه الخاطئ. غسول الوجه من المفترض أن يزيل الأوساخ والمكياج والأتربة، ولكنه لا يجب أن يكون بالقوة بحيث يزيل الطبقة الخارجية للبشرة. لا تختاري صابونا أو غسولا للوجه لطيفا بزيادة بحيث يتوجب عليك فرك وجهك بقوة، ولا قويا بحيث يقشر وجهك مع كل غسلة. الإفراط في غسل الوجه. اغسلي وجهك فقط مرة أو مرتين في اليوم، أما أكثر من ذلك فسيؤدي إلى احتقان البشرة وزيادة إنتاج الدهون بها. إذا لم تستخدم المساحيق أو المكياج أو واقي الشمس، تخطي خطوة الغسول اليومي واشطفي وجهك فقط بالماء الفاتر لتمنحي عطلة لوجهك من منتجات البشرة الصناعية. استخدام المياه الساخنة. تقول الأسطورة إن المياه الساخنة تفتح المسام والماء البارد يغلقها، والحقيقة هي أن المسام لا تحتوي على عضلات لتفتح وتغلق، والماء الساخن قد يعطيك شعورا جيدا بالنظافة، ولكنه قد يؤثر على إفراز دهون طبيعية للبشرة ويؤدي إلى جفافها. لذا فالماء الفاتر هو الأفضل لغسل وجهك بطريقة جيدة ولطيفة في آن واحد. الإفراط في التقشير. التقشير باعتدال من أفضل الممارسات حتى تزيل الجلد الميت، ولكن لا تقشر بشرتك أكثر من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع كحد أقصى، واستخدمي يديك بدلا من المنشفة للتقشير لتكون ألطف على بشرتك. عدم غسل الوجه جيدا. عدم غسل الوجه الجيد قد يؤدي إلى بناء طبقة من بقايا الصابون التي قد تسد المسام وتجفف البشرة. انتبهي جيدا عند غسل الأنف وحد الفك وحدود الشعر مع الوجه. استخدام منتجات تؤدي إلى التهيج والحساسية. لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على الألوان أو الروائح أو المواد الحافظة الصناعية على وجهك. اقرأ المكونات جيدا لتتأكدي من خلوها من أي شيء قد يصيبك بالحساسية أو تهيج البشرة. فرك الوجه بالمنشفة. لا تفركي وجهك بالمنشفة أبدا، ربطي بلطف على وجهك من خلال تنشيفه، فالفرك يشد ويمدد الوجه مما يعرضك إلى ترهل البشرة وسرعة ظهور التجاعيد، وخصيصا لوجهك فقط. عدم ترطيب البشرة. عدم ترطيب البشرة من أهم العوامل التي تضر بها، فقد تهتم المرأة بوضع واقي الشمس دون الاهتمام بترطيب بشرتها أولا، وهما يظهرها مرهقة ومشققة. اختاري مرطبة مناسبة لنوع بشرتك واتركي فرصة لأن تشتربه جيدا. شراء المنتجات الغالية. لا تشتري المنتجات الغالية للبشرة، فهي ليست الأفضل بالضرورة، لكن اختار المنتجات المناسب لبشرتك وأكثرها احتواء على مواد ومكونات طبيعية. الخوف من الزيوت. يخاف بعض النساء من استخدام المنتجات الزيتية على وجوههن خوفا من سد مسام البشرة، وهذا الأمر ليس صحيحا، فهناك منتجات زيتية مفيدة وفعالة في تنظيف البشرة، فقط تأكدي من إزالة آثار المنظف الزيتي حتى لا تتراكم رواسب المنتج على بشرتك وتسد مسامها. فتجنبي هذه الأخطاء عند غسل وجهك، ولا تنسي دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس.